السلام عليكم دفعة قديم، معكم زميلتكم آيات أبو شريم. اليوم بإذن الله رح نناقش الإنسايزرز كلياتهم، ورح نحكي عن كل فيتشرز لكل سن حتى يساعدنا بحل أسئلة تحديد نوع السن. بدي أطرح لكم فكرة. أول إشي، هدول التفاريغ وهذا الشرح هو مش شرح كافي إنك ما ترجع للتفاريغ الأصلية أو للملخصات. ليش؟ إحنا هسه رح بس نطرح فكرة الفيتشرز الأساسية لكل سن حتى يساعدني كيف أميزه عن باقي الأسنان، تمام؟ هسه فكرة إجمالاً، فكرة الإنسايزرز هم أسنان مميزين، يعني أنا قادرة إنه أحكي إنه هاد إنسايزرز مجرد ما أطلع عليه، لكن الفكرة أنا بدي أعرف هو بالماندبل ولا بالماكزيلا، وبدي أعرف هو رايت ولا ليفت. لكن باقي التفاريغ مثلا لما نحكي هسه عن المولرز أو البريمولرز، في عنا إحنا فيرست وفي عنا سكند، وبتعرفوا في عنا ثيرد. فالفكرة إنه هدول التلخيص هم بس حتى أقدر أميز نوع السن، لكن لازم أرجع للتفاريغ الأساسية أو للتلخيص. كمان شغلة، مادة الدنتال أناتومي المد فيها عن جد مهم، فما حدا يعطي كل جهده للفاينل ويترك المد، أو يروح بس بيحكي إنه أنا درست المد منيح. ليه؟ لأن الأسئلة حتكون أسئلة ربط منيحة ما بين المد والفاينلز، يعني رح تكون في عندك مثلا فيتشرز موجود بكل الأسنان مثلا إلا الفيرست بريمولرز، فأنت بدك تكون دارس كل الأسنان منيح. يعني باختصار، روحوا على مادة على امتحان الفاينل وأنت متمكن المادة كاملة كلها دارسها وكلها رابطها مع بعض. كمان فكرة كنصيحة، كيف تدرسوا مادة الدنتال أناتومي؟ كلنا عندنا جو، صح؟ امسكوا الجو وافرطوا الأسنان أمامكم. يعني هسا أول شيء مثلا اليوم بس حندرس الإنسايزرز، تمام؟ طولوا الإنسايزرز الموجودة بالجو كلهم. هم كم إنسايزرز عندنا؟ عندنا 8، 4 بالماكزيلا و4 بالماندبلز، كلهم خلوهم قدامكم. هسا رتبوهم على زي ما هم بالجو، إنه الرايت على الرايت واللفت على اللفت. طبعا أنا بس أحكي رايت وليفت، هم رايت وليفت للمريض مش رايت وليفت لإلك، تمام؟ تمام، حكون حاطينهم قدامكم. بس تدرسوا الفيتشرز. مثلا هسه رح نبلش بالفيتشرز تاع السنترال انسايزر بالماكزيلا بالفيشيال اسبيكت، تمام، او ليبيال اسبيكت. امسك السن وكون تطلع عليه منيح، لانه الاشي انت ماسكه بايدك وقادر تشوفه رح يساعدك بالحفظ. هسه في صور كثير مهم، يعني بتوضح لنا الفكره. بس كمان لما يكون فيها بين ايديك انت قادر تشوفه قادر تلمسه بيساعد الحفظ اكثر. كمان فكره كنت اعملها لما درست الدنتال، بس تخلصوا دراسة الفاينلز كلها ويعني دارسين كل فيتشرز لكل سن بطريقة منيحة، امسكوا أسنان الجو كلها اخلطوها مع بعض وسيروا امسكوا سن. مثلا انتوا حطيتهم كلهم بكاسب او حطوا من غير اشياء، اخلطوهم قدامكم وطولوا اي سن بيطلع معك. السن اللي بيطلع معك هذا حاول انك تعرف نوعه، تحكي مثلا انه هذا مثلا مولرز، اي مولرز، الفيرست مولر، يمين ولا يسار، ماكزيلا ولا ماندبل، حدد هيك كل اشي، بعدين روح ركبه بالجو شوف هل حكاك صح ولا لا. هاي جد طريقة كتير ممتازة لدراسة الدنتال. هسا خلينا نبلش، يا رب ما أكون طولت، بس لأنه هدول النصائح جد رح تفيدكم. شوفوا هسا كمان فكرة، إنه التلخيص هنا كتير يعني شامل، هنا كفكرة الإنسايزرز لحاله في كل المعلومات عن الإنسايزرز. أنا رح أمر على الفيتشرز الأساسية لكل إنسايزرز حتى يساعدنا بالحل، تمام؟ تمام، بسم الله. أول إشي رح نبلش بالماكزيلا سنترال إنسايزرز. أول إشي بدنا نعرفه إنه من بين كل الإنسايزرز أكبر واحد هو الماكزيلا سنترال إنسايزرز. أوكي، نيجي نطلع على جهة الليبيال. جهة الليبيال في عنا كم شغلة بتميزني عنها. أول إشي إنه هو الإنسايزر إج إله ستريت، مش مايل لا لجهة الدستا ولا جهة الميزيالز، زي ما إحنا شايفين هيوتو ستريت. بس لما بدي أميز ما بين الميزيال والدستال رح أروح للأنجل الموجودة هون، تمام؟ لما أجي أطلع هاي المنطقة هنا اللي هي ما بين الميزيال أسبكت والإنسايزر إج، رح أشوفها إنه هي تقريبا 90 درجة، هون زاوية قائمة. لكن جهة الدستال جاي راوند أكتر، هون مش 90. فهون هسا أنا لما أجي أطلع على جهة الميزيال وبدي أميز نوع السن على جهة الليبيال وبدي أميز نوع السن على طول، إذا أنا عرفت إنه هو ماكزيلاري سنترال انسايزر. ليه؟ لانه كبير زي ما حكينا. وطبعا كمان فكره انه الانسايزرز مميز انه الانسايزر ايدج له فيش فيها لا كسب ولا إشي، تمام، سواء سنترال او اللاترال والماكزيلا او المانديبل كلياتهم رح تكون الانسايزر ايدج لهم ما فيها كسب. فطبعا هاي اول فكره نتفق عليها، اني انا مستحيل اخربط الانسايزر مع اي سن تاني. انا الفكره بدي اميز هو اي تايب من الانسايزر نفسه، تمام. تمام، حكينا انه انا بس بدي اميز الماكزيلاري سنترال انسايزرز، بروح طول بطلع على اطراف الانسايزر ايدج، بطلع على جهة الميزيال لازم تكون هي 90 درجة، جهة الديستال هي رح تكون الراوند. لما اجي بدي اسقطه على تم المريض
نعتبر هيك. طبعا هسه للمريض انا قاعده بحكي هون بده يكون الليفت وهون بده يكون الرايت صح. هاي جهه الميزيال فهي راح تكون هون، وهاي جهه الدستر فراح تكون هون. فوش راح يكون؟ راح يكون ماكسيلاري سنترال انسايزر من وين؟ بالرايت. تمام تمام. اجمالا هاي المعلومات هيك بتميز لي من جهه الليبيال. اجي اروح لجهه اللينجوال. اللينجوال في شغله كثير مميزه واللي هي سينجولم. السينجولم راح يكون جاي لجهه الدستل. كيف انا بدي اعرف الدستل من جهه اللينجوال؟ هيك صار عندي تنتين فيتشر بجهه اللينجوال. اول شيء انه السينجولم رايح للدستل اكثر. ثاني شغله، ما هو اجمالا هو نفس السن، انا حكيت بجهه الليبيال راح يكون في عندي الميزيال اكثر 90 عامله صح، اللي هي الزاويه، لكن الدستل راح تكون راوندد اكثر. فهيك صارت في عندي باللينجوال لازم اشوف فيتشرين. اذا شفت السينجولم مش واضح كتير بروح بشوف الانسايزو ديستال انجل او الانسايزو ميزيال انجل. الميزة دا تكون 90 والديستال دا تكون راوندد. تمام تمام. وحكينا السينجولم. السينجولم هون كتير مهم بهذا النوع من السن، هو السنترالي الماكسيلاري سنترال انسايزر، انه السينجولم اوف سنتر. شو يعني اوف سنتر؟ يعني انه مش جاي بالنص. يعني انا لما بدي اجي، لو بدي اجي اعمل خط مستقيم بالميد لاين اللي يوصل للسن، مش راح تيجي بالضبط عليها، راح تكون جاي جهه الدستل، الدستل اكثر. تمام تمام. جهه الميديال والدستل للسن نفسه اجمالا بتقرا التفريغ كله. اجمالا في هي تعتبر خصائص مشتركه مع كل الانسايزرز، ما في خاصيه كثير بتميزنا فيه. يعني اذا بتجيب لك يا الدكتوره، يا اما بتجيب لك صورتين مع بعض، يا اما بتكون خيارات مش انسايزر. تمام. يعني في خصائص رح تكون معروفه. يعني لو جاك لو جاكم سؤال نظري انه هو شو شكله، شكله تريانجل، دائما بدها تكون جهه المسافه ما بين السيرفيكال والانسايزر بدها تكون اطول ما بين الفيشل واللينجوال، يعني بتكون. بس في شغله بدي احكيها، انه في عندنا خاصيه لل هون هيها، في عندنا خاصيه للماكسيلاري سنترال انسايزر من جهه الميزيال، هو انه بيكون على شكل اس شيب. من وين؟ من جهه اللينجوال. هسه جهه الفيشل رح يكون هون في عندنا بس زي اللي هو، اللهم صل على سيدنا محمد، كونفكسيتي هون، بعدين تكون في عندنا مستقيم جاي، يعني بس هون عندنا زي تحدب بعدين استقامه. لكن من جهه اللينجوال بيكون في عندنا الكونفكسيتي بعدين كونكافيتيز فجاي، وبعدين في عندنا انسايزر ايدج فجاي زي شكل الاس. فهنا في عنا الأس شيب هي خاصة، بس بعدين رح نحكي عنها كمان وين موجودة. هي موجودة بالماكسيلاري سنترال انسايزر بجهة الميزيال. تمام تمام. يعني لو اجتنا بجهة الميزيال، هسا بجهة الدستال برضو رح يكون في عندي السينجولم موجود، بس الفكرة هون زي شكل الأس شيب. ليش؟ لأنها بروميننت. يعني لما أجي أحكي أنا هون السينجولم ظاهر بطريقة واضحة، بعدين في عندي راح أفوت هيك جهة الفسة بطريقة واضحة، فبين زي شكل حرف الأس. تمام. جهة الدستر برضو في عندي سينجولم، وبرضو في عندي البلاتة الفسة، لكن مش واضحة نفس ما حكينا بجهة الميزيال حتى تكون زي شكل الأس. تمام تمام. بالإنسايزر إج في عندنا معلومة مهمة هنا وفيتشرز مهمة للماكسيلاري سنترال إنسايزر، ومن هسه بحكي لكم برضو موجودة عندنا بالمانديبولار لاترال إنسايزر. شو هي؟ وهي خاصية اسمها الديستو لينجوال تويست. شو يعني؟ يعني أنا باجي لجهة الديستال، جهة باجي لجهة الديستال مو من اللينجوال. شو يعني؟ يعني أنا هسه في عندي هاي جهة الديستال. تمام تمام. هون بده يكون في عندي لينجوال، وهون بده يكون في عندي الفاشيال. تمام. شو يعني تويست؟ يعني زي كأني أنا اعتبروا هون الديستو لينجوال، أنا مسكتها وزحت على جهه اللينجوال. فانا بس اجي اطلع هسه على الناتشورال تيث، رح نشوف مش موجود في عندنا الانسايزر ايدج بهاي الطريقه، موجود عندنا هيك من جهه الميزيال ظابط، من جهه الدستل رح تكون نازل زي كاني انا مسكت ولزيته. تمام. اذا وين بدها تكون موجوده؟ بدها تكون موجوده من جهه الدستل واللينجوال. تمام تمام. هسه انا لو اجتني هاي الصوره هيك، كيف بدي اقدر اميز انه هذا ماكسيلاري وسنترال وانسايزرز؟ اول إشي انه فكره انه انسايزرز هاي مبينه حكيناها، لانه ما في عندنا اي، لما اطلع من جهه الاكلوزر فيو ما في عندي اي سن رح يطلع بهاي الطريقه، في عندي كسب وفي عندي فيتشرز ثانيه. لما اجي اطلع حكينا هذا ماكسيلاري، ليش؟ لانه في عندنا الانسايزر ايدج هي مستقيمه. شوف اول إشي حكينا في عندنا هون ديستولينجوال تويست، هيها يعني لما انت بتيجي تطلعوا الميزيال هيها هون والدستل هون، يعني مش يعني نازله هيك جهه اللينجوال. تمام. اثنين في عنا شغله ثانيه هي السينجولم. السينجولم برضو حكينا من جهه اللينجوال انه هي بتكون جهه الدستل جاي. فانتوا بس لما تيجوا هيك تقيسوا بعينكم المسافه هون ما بين الميزيال والسينجولم وما بين الدستل والسينجولم، واضح انه هي ما بين الميزيال والسينجولم اطول. ليه اطول؟ لانه السينجولم
زايح لعند جهة الدستل. تمام يعني هيك خلصنا كل الماكسيلاري سنترال انسايزرز الفيتشرز اللي فيه. يا ريت هيك توقفوا شوي ترجعوا تقرأوا التلخيص كامل وتركزوا على الأشياء اللي حكيناها. هاي الفيتشرز حكينا وين بتساعدنا بحل الأسئلة لما بدي أميز نوع السن. نيجي نحكي عن الماكسيلاري لاترال انسايزرز. أول فكرة بدنا نعرفها، أنا لما أجي أحكي بالماكسيلاري سنترال أو لاترال إنه السنترال رح يكون أكبر. تمام، أنا بحكي عن بالماكسيلا، لكن بالمانديبل رح يختلف الكلام. إذا أول إشي حكينا إنه الماكسيلاري سنترال انسايزر رح يكون أكبر من الماكسيلاري لاترال انسايزر. تمام إيش في عنا خصائص فيه؟ الخصائص إنه في عنا زي سلوب. شو يعني؟ يعني في عنا هيك زي كأنه نازل جهة الميزيان. يعني أنا لما بدي أجي أرسم الانسايزر إج مش رح يكون هيك ستريت نفس ما حكينا بالماكسيلاري سنترال انسايزر، حكينا ستريت بس جهة الميزيان 90 درجة وجهة اللينجوال إنها راوندد. هون لا، هون الفكرة الاثنين أقرب ما يكون إنهم راوندد، لكن في عنا سلوب. يعني هاي الميزيال وهاي الدستل في عنا نازل نزول، جهة الميزيال رح تكون أطول من جهة الدستل اللي هو المارجنال ريدج بالميزيال رح يكون أطول. ليه؟ لأنه هاي حكينا في عنا سلوب إنه نازل نزول. تمام، لما نيجي نطلع شوفوها من غير رسمة، لما نيجي نطلع هاي هيك الدستل هون انتهى، لما نيجي نحكي الميزيال هيو فهيك، فالميزيال عنا أطول، في عنا سلوب بجهة شو؟ بجهة الميزيال. هاي بتميز لي اياه بجهة بالفيشل اسبكت. نيجي نطلع هون، طبعا هون هاد بيكون رايت ولا ليفت؟ برضو نرجع نحكي هاي المريض عكسي، هون ليفته وهون رايته، انا عكس المريض. لما نيجي احكي انا هون الميزيال لانه سلوب باجي بحط السلوب هون، فهون رح تكون الدستل، فهوش رح يكون رايت ولاترال وبالماكسيلا. تمام، طبعا هاي الفكره كثير بتساعدكم، رسموها بعينكم دائما، لانه اتوقع بدكتوره ميلاني على وقتي كان ممنوع الورقه والقلم، فاذا كان نفسكم برضه رسموها بعينكم. انت هيك اصفن قدامك، ارسم هيك الارباع هذولا، ورايتك هو لفته ولفتك هو رايته للمريض. تمام، واسهلك حط الميزيال، دائما حط الميزيال بجهه الاقرب ما يكون لمحور الاكسات. تمام، حط الميزه خاص بيبين معك رايت ولا لفت. نيجي نطلع بسرعه على هذا السن، شو حكينا؟ طبعا هو مبين انه ماكسيلا، مبين سوري انه انسايزر. ليه؟ لانه هاي في عنا انسايزر اج ما في عنا فيها لا كسب ولا اشي. وهسه خلينا من الماندبل، هسه هو رح يكون ماكسيلا سنترال انسايزر ولا ماكسيلا لاترال انسايزر؟ رح يكون لاترال. ليه؟ لانه اصغر، باجي بطلع في عندي سلوب لهاي الجهه. فشو يعني سلوب لهاي الجهه؟ يعني هاي الميزيال وهاي الدستل، ارجع اسقطه على الارباع، هاي الميزيال هون بدها تكون وهاي الدستل طالعه. فحكينا المريض عكسي، هون ليفته وهون رايته، اذا هون رح تكون هي ليفت، سوري ليفت والابر. تمام نيجي نطلع لجهه اللينجوال. جهه اللينجوال مميزه عن السنترال انسايزرز بالسينجولم، حكينا السينجولم احنا هناك شو ماله؟ انه اوف سنتر، يعني رايح الجهه، يعني مش بالنص مش بالسنترال، وين؟ جهه الدستل. لكن باللاترال لا، جاي على السنترال بالضبط. كمان فيتشرز في عندنا، هالفيتشرز مهمه وما تحفظوا حفظ، حاولوا اربطوا المعلومات. هسه احنا شو حكينا؟ حكينا بجهة الفاشيال اسبكت رح يكون في عنا سلوب جهة الميزيال. شو يعني سلوب؟ يعني نزول بالسن. فشو يعني؟ يعني المارجنال ريدج للميزيال اطول. لما اجي اطلع هون واضح انه عندي انا سلوب هيو، فهاي الجهة اطول، هاي الجهة شو رح تكون؟ هي رح تكون الميزيال. طبعا انت امتى تحدد بالامتحان ما بيكون متحدد لك، فهيك صار في عندي كيف يميز لي انا؟ ميزت من السنجولم الموجودة بالنص، بالنص بالضبط، انه هو مش سنترال، اوكي مش سنترال انسايزر. طب هسه حكيت انه هو لاترال، كيف بدي احدد رايت ولا ليفت؟ رايت وليفت دائما من جهه الميزيال والدستل. تمام، هاي الجهة الميزيال ليه؟ لانه عندي سلوب واحد. اثنين، في عندنا المارجنال ريدج رح تكون اطول. تمام نيجي لجهه الميزيال والدستل، برضه نفس الفكره، ما فيش فيهم فيتشرز تتميز الا انه الاصغر رح يكون. يعني لو جاب لكم هيك، لو جابت لكم الدكتوره اكثر من صوره كذا بتعرف انه اللاترال وانه السنترال من فكره الحجم. تمام، لكن باقي الفيتشرز لما تقراوهم رح تكون نفسها. بالامتحان ان شاء الله ما بتتخربطوا، يعني اجمالا الدكتوره ما بتجيب لكم صوره واحده الا اذا كانت الصوره كافيه معلوماتها. تمام، لكن اذا ما كانت كافيه لا، رح اجيب لكم يا اما معلومات ثانيه يا اما الخيارات بتكون بالمنطق ما بتزبط. يعني بس تكون جبت لك اياهم، طبعا كنا لازم نعرف تسميه الارقام، تسميه الاسنان بالارقام. تمام، كنا هي لازم يكون متمكنين منها منيح، كمان مش كل الامتحان بدك تحسب، تدربوا عليها من هسه لانه ما في وقت كثير بالامتحان. فبتكون الارقام نفسها منطقيه، يعني جايبيت لك كناين، جايبيت لك مولر، جايبيت لك بري مولرز، وبس جايبيت لك واحد انسايزر، فبالمنطق. تمام جهه الانسايزر
نفس الفكره، نفس الفكره بالماكسيلاري سنترال انسايزرز، انه باجي بطلع على السنجولم، السنجولم هون جاي بالسنترال بالضبط، فما فخلاص بحكي اكيد انه مش اللهم صل على سيدنا محمد سنترال. تمام، والباقي يعني معلومات رح يكون في انه خلاص انا واضح عندي انه هو سنترال، انه هو انسايزر. ليه؟ لانه الانسايزر ايدج مستقيمه ما في عندها كسب. كيف بدي اعرف اذا هو لاترال ولا سنترال؟ من السنجولم، السنجولم جاي بالنص بالضبط، فخلاص ما بيفيدني. هاي الصوره هايها اوضح، شوف السنجولم جاي بالنص بالضبط على السنترال، فبرضه ما بيفيدني. هون وين جهه الميزل؟ جهه الدستل، في عندي سلوبنج عامل لهون، فهي جهه الميزل وهي جهه الدستل. رايت ولا ليفت؟ بحط هيك، المريض عكسي، هون ليفته وهون رايته، هون جهه الميزل، فاذا هو رايت. جهه اللينجوال راح تكون عكس جهه الليبيال، هي السلوب، فهون الميزل هون الدستل. طبعا بتعرف انه باللينجوال انا بلفه، يعني حاول امسكه وبدك تلفه كامل، يعني هون جهه الميزيال رح تصير لما بدي احطها على جهه الليبيال رح تصير هون الميزيال. وانا بس احسب السن، اكيد يعني بتعرفوا هالمعلومه، انا بس احسب جهه الليبيال نفس ما كانه موجود بتم المريض، فهم هون كلياتهم نفس السن، كلياته حيكون شو؟ رح يكون ماكسيلاري لاترال انسايزر بالجهه الرايت. تمام تمام، نبلش بالماندبل. بالماندبل سنترال انسايزرز هو اكثر سن عندنا سيمتريك، يعني انا هو السن الوحيد اللي اذا جتني صوره هيك بالامتحان هيك لحالها ما بقدر، لو شو ما عملت السنتر طبعا السن يكون ايديال مش ماكل من هون ومن هون، ما بقدر احدد هو رايت ولا ليفت ابدا. ليش؟ لانه حكينا الرايت والليفت ما بتتحدد غير من الميزيال اسبكت والديستال اسبكت، يعني انتوا بتعرفوا هسه انا الفكره بس احدد ابر ولا لور، في عندنا كتير فيتشرز تمام، وبس احدد هو سنترال ولا لاترال، لكن فكره انه رايت وليفت بس بدي احدد مين الميزيال وبس مين الديستال، وحكي لكم اسقطوا على الارباع. تمام تمام، هون بالمانديبولار سنترال انسايزرز هو سيمتريك بالضبط، هون 90 وهون 90 ما بفيدني، لكن بالماكسيلاري سنترال انسايزر حكيت انا الميزيال 90 والديستال راوندد اكثر، بالماكسيلاري لاترال انسايزرز حكيت انه في عندي سلوبنج لجهه الميزيال، لكن بس اجي انا هون للمانديبولار سنترال انسايزرز باجي بشوف الانسايزر ايدج هي مستقيمه بالضبط ما فيش فيها لا سلوب لا يمين ولا يسار، فهيك ما فادني. بل جهة الميزيا وجهة الدستل الاثنين 90 درجة، الاثنين قائمات، برضو ما بفيدني أبدا. فإذا السن اللي لو إجاني هيك صورة لحاله أنا ما بقدر أميز هو رايت ولا ليفت من غير معلومات تانية، مش إنه ما بقدر أميز أبدا بالسن، من غير معلومات تانية، من غير صورة تانية ما بقدر أميزه. تمام، هو أكتر سن سيمتريك يعني متشابه هيك رايت وليفت. كمان شغلة إنه إحنا شو حكينا، يا رب تكونوا منتكرين معي، حكينا بالماكسيلاري إنه الماكسيلاري سنترال إنسايزرز أكبر من الماكسيلاري لاترال إنسايزر. تمام تمام، لكن هنا بالمانديبل عندنا العكس، عندنا إنه المانديبل مانديبولار سنترال إنسايزر هو أصغر من اللاترال. ليه؟ لأنه المانديبولار سنترال إنسايزرز هو أصغر سن بالأول تيث، أصغر سن بكل الأسنان الموجودة وبالمولرز وبالبريمولرز كلياتهم هو رح يكون المانديبولار سنترال انسايزر. يعني بيجيكوا سؤال معلومة نظرية بجهة اللينجوال، نفس الفكرة انه رح يكون في عنا السنجولم سنترال. هسا شو الفكرة كمان؟ بدي احكي لكم هاي المعلومة، دايما 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 بالمانديبل الأسنان بتكون أصغر من الماكسيلا لنفس السن. مثلا أجي أقرر أنا بالماكسيلار سنترال إنسايزر ولا المانديبولار سنترال إنسايزر، دائما أول ما أشوف كلمة إشي بالمانديبل بده يكون أصغر. غير فكرة إنه أصغر الفيتشرز بتكون less prominence. شو يعني؟ مثلا بس أجي أحكي سينجولم بالماكسيلا أنا قادر أشوف إنه سينجولم هيك في عندي أنا نفخة بجهة اللينجوال قادر أشوف السينجولم. هسا بس نشوف صور على ناتشورال تيث رح تفهموا علي أكتر. بالمانديبل لا، كتير كتير less prominence، يعني يا دوب أنا قادر أشوف حتى أولها مرات بصفن هو أصلا هذا جهة ليبيال ولا جهة لينجوال، قد ما إنه الفيتشرز بالمانديبل كتير أقل. بس الفكرة اللي أعرفها إنه السينجولم شو ماله جاي بالنص بالضبط سنترال. وين مين في حكينا كمان السينجولم من عنده جاي بسنترالي بالضبط؟ هو الماكسيلاري لاترال انسايزرز. جهة الميزيال وجهة الدستال برضو نفس الفكرة نفس الفيتشرز، بس أما جهة الميزيال إنه بيكون في عندي هون ديبريشن واضح على الروت جهة الميزيال لا شو؟ للماكسيلاري لا سوري للمانديبولار سنترال انسايزر. ليه حكيت لكم في عندي ديبريشن واضح بالروت وهي فكره مهمه؟ لانه حكينا انه بجهه بالفيشل اسبكت او الليبيال اسبكت ما بقدر انا اميز السن اذا هو رايت او ليفت. صح صح، ممكن اجيب لكم الدكتوره صوره زي حكمه فيلم
سوري زي هيك ندفع للجانب، ندفع بحيث ان انا قادره اشوف هاي الجهه، بس اجي اطلع على هاي الجهه انا قادره اشوف انه في ديبريشن قوي على جهه الروت، فبحكي انا وين الديبريشن كان على جهه الروت، وانا قادره احدد انه هذا مانديبولار سنترال انسايزرز، لكن بدي احدد ليفت ولا رايت، بطلع على جهه الروت في عندي ديبريشن هيك واضح، فبحكي ديبريشن واضح شو يعني؟ يعني انه بجهه الميزيال، فجهه الميزيال باجي بحكي هون في عند جهه الميزيال وانا في عندي وانا موجود بالمانديبولار تمام بالمانديبل، فباجي بحدد هاي جهه الميزيال هاي جهه الميزيال، والمريض عكسي يعني هون لفته وهون رايته، فاذا هو شو بده يكون؟ بده تكون مانديبولار سنترال انسايزر جهه اللفت، ليه؟ لانه بكون محدد لي هيك. هسه برضو رح تشوفوا صوره رح يكون السن واضح شوي جهه منه من البروكسيمال بوكس، انا كيف بدي احدد اذا هاي البروكسيمال بوكس هي ميزيا بروكسيمال سوري اسبكت، انا رحت للكونز البروكسيمال اسبكت بدها تكون ميزيا ولا ديستال من الدبريشن الموجود بالروت تمام. واجمالا اجمالا غير فكره حكينا انه جهه بالماكزيلا في عندي الفيتشرز بتكون مور بروميننس ذان المانديبل، برضو بالاسنان نفسها جهه الميزيال بتكون الفيتشرز اللي فيها مور بروميننس ذان الديستال، الا في عندنا اكسبشنز رح تاخذوه باقي الاسنان، بس هسه بالانسايزرز عندنا كلياتهم جهة الميزيال راح تكون الفيتشرز اللي فيها أكتر من جهة الديستال تمام. وهنا الديستال نفس ما حكينا راح تكون الفيتشرز نفس الميزيال تقريبا، لازم يجيب لك معها فكرة. الانسايزر اسبكت حكينا انه بالانسايزر اسبكت ممكن يجيب لي، احنا حكينا انه هذا السن اللي هو المانديبولر سنترال انسايزرز ما بقدر اميزه ليفت ولا رايت من جهة الليبيا تمام تمام. هسا انا بس يجيني من جهة بالجهة للانسايزر اسبكت كيف بدي احدد انه هو؟ حكيت بداية او بلشت عنه انه هو اكتر سن سيمتريك هيك سن مرتب كلياته بيشبه بعض، حكينا بجهة الليبيا انه رح يكون الانسايزر اسبكت عنده مستقيمة او انسايزر اج سوري مستقيمة بالضبط، والميزل والدستل انجل 90-90. برضه لما اجي اطلع عليه من الانسايزر اسبكت راح اشوف انه نفس ما حكينا جهه الميزل والديستال انجل التنتين نفسهم مش قادر انا احدد مين فيهم ميزل مين فيهم ديستال، السنجولم جاي بالنص بالضبط، وكمان السن كله سيمتريك يعني ما في عندنا هون جهه اطول من هون ما في عندنا ميلان، فخلص اي سن بقدر اشوفه انا سيمتريك بحكي عنه على طول مانديبولار سنترال انسايزرز. شو بيجيك السؤال هون انك تحدده انه مانديبولار سنترال انسايزر، ما بيجيك انك تحدد ليفت ولا رايت، يعني الاسئله اللي بتكون يا اما بتكون لك مانديبولار سنترال انسايزرز او مانديبولار لاترال انسايزر واسنان ثانيه فاهمين، او مثلا ما بين كل الانسايزرز حاط لك اياه، هل اذا حط له رايت او ليفت رح يختلف الجواب؟ لا ما رح يختلف الجواب هون تمام تمام. نيجي نحكي عن اخر سن هسه هو مانديبولار لاترال انسايزرز. هسه احنا حكينا انا حكيت بدايه المحاضره انه لما اجي احكي انا بالماكزيلا في عندي الماكزيلاري سنترال انسايزرز حجمه اكبر من اللاترال، لكن حكيت لكم خلوها ببالكم انه بالمانديبل عندي العكس، عندي المانديبولار سنترال انسايزرز اصغر 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 من اللاترالز، برضو حكينا ان المانديبولار سنترال انسايزرز هو اصغر سن بالاول تيث، هاي المعلومات مهمه. ايش في عندنا هون هسه؟ هو حكينا ما في عندنا ولا سن سيمتريك غير المانديبولار سنترال انسايزر، اللاترال اللاترال رح يكون تقريبا نفس فكرة اللاترالز بالماكزيلا، لما اجي احكي هون رح يكون في عندي برضو سلوبنج، رح يكون شو هون بحكي لك بدك تميز السؤال شو طالب، بحكي لك هون بالتفريغ انه السلوبنج رح يكون the incisor edge رح يصير لها سلوبنج cervically toward distal aspect. شو يعني؟ يعني أنا لما هاي السيرفيكال عندي لما أحكي سيرفيكالي للدستال يعني هيك للدستال، فشو الفكرة؟ الفكرة عندنا الميزي الأطول يعني نفسه نفس الماكزيلاري لاترال انسايزرز ما تخربطوا، هون هو حط لك المرجع إن أنا بدي للسيرفيكال، مين بينزل جهة السيرفيكال أكتر؟ جهة الدستال تمام؟ إذا بينزل نزول فهيك رح تكون الدستال أقصر والميزي الطويلة تمام تمام. هون انا بقدر اميزه، شوفوا بهاي الصوره انا على طول بيخطر على بالي انه انسايزر وانه بالمانديبل، لكن كيف بدي اعرف سنترال ولا لاترال؟ باجي بطلع اول شيء الانسايزر هل هي مستقيمه؟ لا هينا احنا شايفين اول ما حطيت انا الخط في عندي هون هيها هذا الطرف اقصر من هذا الطرف تمام. شو يعني اقصر من هذا الطرف؟ يعني بس اشير لما اجي اعمل سلوب رح يكون السلوب جاي جهة الدستال من جهة شو السيرفيكال، فالجهة الطويلة هي رح تكون الميزيال والجهة القصيرة رح تكون هي الدستال، لما اجي احطه بالارباع هون رح يكون لفت المريض وهون رايت المريض، وانا بعمل بالمانديبل وهاي جهة
الميزيل راح تكون هون جهة الميزيل وهون هيك جهة الدستل. فإذا شو السن عندي؟ صفة عندي mandibular lateral incisor بالرايت. تمام تمام، توقع الأمور بلشت توضح معنا. جهة اللينجوال شوف شو قاعد بيحكي لك، بيحكي لك إنه فكرة الميزيل مارجنال ريدج راح تكون أطول من الدستل مارجنال ريدج. ليش؟ حكيت لكم ما نحفظ حفظ، حكينا إنه إحنا في عنا سلوبينج بالإنسايزر إيدج لجهة الدستل بجهة شو؟ بجهة السيرفيكال. يعني هسه لسه حكيتها إنه الدستل مارجن رح تكون أقصر لأنه سلوبينج، يعني أنا في عندي نزول، هاي ها المسافة من هون مسافة من هون، الميزر رح تكون طويلة والدستل رح تكون قصيرة. برضو هاي الفكرة كمان موجودة بجهة الليبيال، بالليبيال أسبكت، بس يعني حتى اميزها باللينجوال. كمان فكره باللينجوال رح هسه يعني نرجع ناخذها، انه السينجولم، السينجولم هون برضه اوف سنتر. وين حكينا السينجولم اوف سنتر؟ ارجع ذكر معي، حكينا انه السينجولم اوف سنتر هو موجود بالماكسيلري سنترال انسايزر. يعني هيك صارت في عنا الفيتشرز موجوده ومتشابهه ومشتركه ما بين الماكسيلري سنترال انسايزر والمانديبولار lateral incisors. طب كيف بدي اميز بينهم لو انا شخص مش دارس غير singular features بس؟ كيف بدي اميز الاثنين off center والاثنين جهة الدستل؟ بميز لي حجم السن. حكينا انه زي ما حكينا انه mandibular central incisors هو اصغر سن، برضو maxillary central incisors بين الانسايزرز هو اكبر سن. يعني تشوفوا كل حد يطلع اسنانه واسنان الجو، maxillary central incisors مبين حجمه انه كبير، كيف بدي اميز بينه وبين المانديبولار لاترال انسايزر؟ الحجم. كمان فكره حكيتها برضو الفيتشرز بالمانديبل، الفيتشرز كتير less prominent. هسه بس برضو نحل رح تشوفوا كيف الميزيال والديستر برضو نفس الفيتشرز، يعني اجمالا كلياتهم يشتركوا مع بعض. هي كان فيتشرز مميز يعني بس تشوفها تحكي مستحيل الا يكون كذا او كذا. كمان فكره حكيناها برضو بالماكسيلري سنترال انسايزرز، انه في عنا الاس شيب بجهة الميزيال ومن جهة الانسايزر ايدج. يعني شوفوا شغلة اجمالا في عنا ثلاث فيتشرز جد مهمات مشتركة ما بين الماكسيلري سنترال انسايزرز وما بين المانديبولار لاترال انسايزرز. شو هم؟ اول اشي في عنا السينجولم، السينجولم من وين؟ من جهة اللينجوال اسبكت، السينجولم رايح هيك جهة الديستال. تمام تمام. تنين من جهة الميزيال عنا اس شيب. تمام تمام. ثلاث في عنا من جهة الانسايزر اسبكت، شو حكينا في عنا هيك هيك حتى كانت ملونة بالاخضر، في عنا خاصية مميزة حكي لكم من الماكسيلري سنترال انسايزر وهي ال، ارجعكم يا رب تكونوا متذكرين، وهي انه في عنا بالديستو لينجوال تويست. حكينا زي كأن انا ماسكة جهة الديستال وهيك زي حتى لجهة اللينجوال، بس ارجع اطلع على جهة ال انسايزر اسبكت لا المانديبولار سنترال انسايزرز، راح اجي اطلع هاي جهه الدستل مزيوحه جهه اللينجوال. يعني شوفوا بالامتحان ها تجيكوا هاي الصوره هيك، بس كيف بدك تميز؟ خلص واضح حكينا انه هو انسايزر. ليش؟ لانه الانسايزر اسبكت عنده الانسايزر ايدج عنده ما فيش فيها كسبات. اثنين في عنا السينجولم اصلا هي شوي مزيوح لهون، متجاي بالسنترال بالضبط، هي الجهه هاي اكبر. وثلاث في عنا حتى اتاكد برضه انه الدستل في عنه هون ديستو لينجوال تويست زي حلا هون. فشوف انا قدرت احدد انه هون ديستل وهون لينجوال، وقدرت احدد برضه انه هو مستحيل يكون ماكسيلري لاترال انسايدرز، مستحيل يكون مانديبولار سنترال انسايدرز. ليش؟ لانه هاي الفيتشرز اللي هي الديستو لينجوال تويست موجوده بس باثنين، يا اما بالماكسيلا بالسنترال يا اما بالمانديبل باللاترال. كيف بدي احدد الحجم؟ هون الحجم كتير اصغر، هاي شايفين سن صغير، فبالتالي خلاص انا قدرت احدد انه هو بالمانديبل وهو لاترال. هسه بدي احدد هو رايت ولا ليفت. كيف؟ حكينا من الدستل او من الدستل والميزيال، سوري من الدستل والميزيال هم الوحدات اللي بيحددوا لي هو، اللهم صل على سيدنا محمد، هو رايت ولا ليفت. نرجع نرسمهم، هون ليفت المريض، هون رايت المريض، هاي جهة الميزيال، فالميزيال هي اللي بدها تكون هون. تمام، وهذا مانديبل، فهي امسكوا الميزيال معاي راح تيجي هون هيك، هون جهة الميزيال هون جهة الدستل، فهو راح يكون رايت. يا رب تكونوا فهمتوا علي وما اكون خربطت الدنيا معكم. الفكرة انك بدك تعرف تحرك السن وتلفه بطريقة صح. يعني هاي الميزيال واحنا فاهمين بالبداية ما حكيتها، اتوقع عارفينها، معنى الميزيال انه يكون اقرب للميد لاين، وانا اصلا هين بس ارسم هذا الميد لاين اللي بيفصل ما بين رايت وليفت للمريض، وهذا اللاين اللي بيفصل ما بين الماكسيلا والمانديبل. يعني اتوقع يكون كل فاهمها من اول ما رسمتها، فانا خلص حددت انه هو مانديبل، فبس رح احطهم بهدول الاثنين بالربعين هدول. عجبت على الدنيا.
حكينا هاي هون ما الميد لاين ما بين الرايت الرايت والليفت، هون ما بين الماكزلا والمانديبل. انا حددت انه مانديبل بس راح ارسم بدل الربعين. كيف بدي اعرف؟ بمسك جهة الميزيا هيها وبحطها هون، لفيته لفة كاملة هيك زي كأني لفيته وحطيته هون، هي هون الميزيا هون الدستل، فقدرت احدد انه هو مانديبولر لاترال انسايزرز وشماله ورايت. تمام تمام، نيجي هون نطلع على هاي الصورة الجميلة. كيف بدي اميز هذا الاثنين؟ انا خلاص انا قادرة اميز انهم هم انسايزرز وبالمانديبل. ليه؟ اول شيء خلاص شكلهم محطوط. مثلا بامتحان ما تركلوا اذا كانت هيك، حط لكم الدكتور الصوره تحكوا خلاص هو اكيد مانديبل لانه يعني هيك هيك طالعين لفوق الانسايزر اجل لهم، فاكيد يكون المانجز لفوقيهم. لا 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 ابدا، الدكتور عادي بتكون ولعبة الدكتور ميلاني هاي بتكون لفيت لكم الصوره عادي. بس انا كيف قدرت اميز؟ وش حجمهم؟ طلعوا حجمهم ما اصغروا، يعني بالله هذا بده يكون السنتر المانجزلا للسنتر انسايزر، ما حكينا هو اكبر سن، هون السن صغير. كمان شغله السن هون مش قادر انا اميز اني جهه الميزه واني جهه الدستل. مين السن الوحيد الوحيد اللي ما بقدر بقدر اميز جهه الميزه والدستل من الليبيال اسبكت؟ هو المانديبولار سنترال انسايزرز. وهون برضه هي حدنا اتاكد بالمانديبولار لاترال انسايزرز، حكينا في عندنا سلوبنج جهه الدستل لجهه السيرفيكال، وهي زي ما حكينا جهه الميزيا المارجنال ريدج راح تكون اطول من الدستل مارجنال ريدج. تمام تمام. طبعا ليش اسمهم 25 26؟ احنا عارفين انها ارباع بتتسمى، يا رب تكونوا متذكرين كلها. طبعا تسمى ارجع احكيها كمان مره، تسمايه الاسنان جد مهمه، وتمكنوا من هم عندنا ثلاث سيستمات تمكنوا منهم الثلاث. تمام تمام. هسه نيجي لاهم فكره، كل الفيتشرز اللي درسناهم وقفوا الفيديو وكونوا متذكرينهم، يا بترجع بتقرأوا التفريع يا اما انتم بتكون اصلا حافظينهم من اول، انا بس ذكرتكم فيهم. هسه بدنا نيجي هيك نراجع نشوف كل إشي درسناه مع بعض. نيجي لاول سن هون، اول ما اطلع عليه خاص اول ما اطلع عليه جد لازم يخطر على بالي انه هو بالمانديبل والسنترال. ليه؟ لانه جهه الميزيال وجهه الدستل انا مش قادر اميز بينهم. يعني ها كيف بدك تقدر تميز اني جهه الراوندد واني جهه اني جهه اذا فيها 90 اذا فيها راوندد؟ ما في. وانا اكيد 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 قادره اميز انه هذا انسايزر، صح ولا لا؟ صح. كمان فكره بدي احكي لكم اياها، صح انه ايش كنت احكي؟ السن الناتشرال تيث ما بتيجي الفيتشرز فيه ايديال بالضبط زي ما انتم دارسين. يعني مثلا والله حد يجي بعت لي يحكي لي ما احنا حكينا انه الانسايزر اجد تكون مستقيمه بالضبط زي كاني بمسطره. يس هذا الايديال، اول ما يطلع السن هيك ويكون ما صار له فراكشن، ما صار له بالفانكشن الاجمالي. احنا بتعرفوا انه اسنان كثير بيكون عليها ضغط وانواع الاكل، وناس بتاكل اكل جامد وهيك، رح يصير له حتى او ممكن ينكسر السن نفسه. اذا انكسر السن لا يعني انه بطل اسمه هيك. تمام، احنا الفيتشر بيساعدنا لتحديدهم. يعني اول شيء قدرت احدد انه هذا المانديبولار والسنترال انسايزرز. انسايزرز حكينا واضح، وليش مانديبولار سنترال؟ مانديبولار سنترال لانه اصغر سن، يعني السن كثير صغير، وهذا احنا شايفين حجم الروت، فهو اكيد هو بيرمينانت تيث مش برايمري تيث، وحجم الكراون هيك صغير، فهو حكينا اصغر سن هو المانديبولار سنترال انسايزرز. هسه كيف بدي اميز هو ليفت ولا رايت؟ ارجعوا للفيديو، انا طرحت هاي الفكره، حكيت لك انه الدكتوره ما بتجيب لك صوره واحده غير انها الصوره تكون فيها المعلومات كافيه. لما اجي اطلع في عندي ديبريشن بالروت، وديبريشن مبين بطريقه خرافيه. وين بيكون الديبريشن مبين هيك بطريقه خرافيه؟ بجهه الميزيال. ليش؟ حكينا اصلا دائما الفيتشرز بجهه الميزيال اكثر من جهه الدستل. تمام تمام. كمان فكره يا رب ما تكونوا عارفينها، هذا السن هو من جهه اللينجوال مش من جهه الليبيال. ليه؟ دققوا منيح بالصورة، هو الفكرة زي كأنه هيك جاي، هنا في عنا الميزيال مارجنال ريدج، وهنا الدستال مارجنال ريدج، وهنا في عنا السينجولم، وهنا في عنا الفستة. لكن شوفي معلومة حكيت لكم عنها، أنا حكيت لكم إنه بالمانديبل الفيتشرز كثير 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 مش مبينة. يعني هون أول ما يطلع عليها هيك ممكن يخطر على باله إنه هاد بجهة الليبيا، لأنه فيش عندي أنا بدي أشوف سينجولم، بدي أشوف بروكسيمال مارجن، بدي أشوف بلت الفسة، وين ليبيا سوري لينجوال فسة، وين هاي الأشياء مش موجودة. لكن بس أجي أدقق بلا هاي سينجولم واضح، وهون في عندي هاي زي هيك عكس الضوء واضح إنه هون في عندي مارجنال ريدج. تمام تمام. يعني حكينا إذا هاد من جهة اللينجوال، حكينا هون في عنا ميزيال وهون في عنا ديستال. نيجي لأرباعنا، هون ليفت هون رايت، حكينا هو شو بده يكون بالمانديبل، رح اجي بس على جهة هون، وبالسنترال رح يكون يا هون يا هون. هاي جهة الميزيال، الجهة الميزيال بدي الفها جهة الميزيال، فهيك هو بده يكون. تمام. ليش مش هون؟ لان احنا هاي جهة لينجوال، يعني اذا مسكته زي ما هو هيك واسقطته اسقاط هون، تحكوا لي يا ايات ما هي الميزيال وهي الدستل، هاي لينجوال، اللينجوال بدي الفه، امسك السن كامل ولفه
يعني راح تصير شو؟ راح تصير هون الميزل هون الدستل من جهة الليبيان. فشو صار في عنا؟ صار في عنا مانديبولر سنترال انسايزرز شو بالرايت. تمام هاي الأول. نيجي للتاني. التاني شو ماله؟ احنا شايفين برضو انه السن حجمه صغير. فمنشو رح نحكي؟ رح نحكي انه مستحيل يكون سنترال انسايزرز. تمام تاني شغلة مهمة الفيتشرز. انتوا قادرين تشوفوا الفيتشر قديش واضحة؟ شوفوا السينجولم واضح بطريقة خرافية. الفرق ما بين السينجولم بهاي الصورة والسينجولم بهاي الصورة، شوفوا لي السينجولم هون. السينجولم هون كان مجرد هيك ضوء معكوس، وانا يعني بتدققت قدرت اشوف ان هون في سينجولم، لكن هون السينجولم هيو بحكي لك هيني السينجولم موجود. هاي اول اشي. الفيتشرز كتير قوية، في عنا الديستال مارجنال ريدج والميزل مارجنال ريدج برضو مبينة. فخلص مجرد ما اشوف الفيتشرز لهالدرجة واضحة، اول اشي بيخطر عبالي انه انا بالماكزلا، مستحيل اكون بالماندبل. كمان فكرة اعتبروا احكي لكم انا لازم هاي غطت عليها، ما بنعرف وين جهة الميزل وين جهة الديستال. شو بيخطر عبالنا؟ شايفين احنا اول اشي انه السينجولم جاي بالسنترال. السينجولم جاي بالسنترال، شو بعمل انا؟ بأكس بمخي على الماكزيلاري سنترال انسايزر، وبأكس على المانديبيورال لاترال انسايزر. ليه؟ حكينا انه هدول الاثنين السينجولم رايح ديستالي. تمام هون جاي سنترال، فحكينا السينجولم جاي بالسنترال. فاذا شو انا بحكي؟ يا اما عندي ماكزيلاري لاترال انسايزرز او مانديبيولار سنترال انسايزرز. كيف ميزت؟ بروح هيك لشو الاناتوميكال فيتشرز. الاناتومي هون الفيتشرز اللي إلهم واضح بطريقه رهيبه، السنجلم واضح، المارجنال واضح. فخلص انا قدرت هيك اركز، هيك بجمع كل المعلومات. الفيتشرز واضح، اذا انا بالماكزيلا. اوكي اللهم صل على سيدنا محمد. السنجلم بالنص، اذا انا لاترال اكيد. اذا شو بضل عندي؟ بضل عندي ميزيل ولا ديستال. ميزيل ولا ديستال شو؟ شو في هيك بترجع بتحكي خلاص انا حدد السندال ميزيل ولا ديستال اللي هو رايت ولا ليفت. حددنا انه في عندنا سلوبنج جهه الميزيل. هاي سلوبنج الشيء اللي انا رسمتها واضح 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 انه نازل ينزل هنا. فهاي جهه الميزيل وهاي جهه الديستال، وانا بجهه اللينجوال. فباجي بحط هاي الليفت وهاي الرايت، وهنا في عندنا الميزيل وانا بالماكزيلا، فانا راح اكون هنا. تمام يعني السن هذا بدي اقلبه قلبتين، قلبه انه يصير بالماكزيلا وقلبه انه يصير بالميزيال اقرب ما يكون للميد لاين. تمام فانا لما اجي شو راح الليبيا اللي تصير بجهه الليبيا اللي تصير بجهه اللي انا شايفيتها لانه هو للمريض. تمام والميزيال اللي تصير جهه الميزيال. فانا بس اجي احسب هاي الميزيال اللي هون راح تكون هون. ليش؟ لانه هاي جهه اللينجوال. فيا رب تكونوا فهمتوا علي. راح انا هيك الفه يعني زي كاني مسكته من هون ومسكته من هون ولفيته حتى اشوف جهه الفيشل او الليبيال. فلما الفه راح تصير هون الميزيال وهون الدستل، وهو موجود بالماكزيلا. فخلص هاي الميزيال هون والدستل هون، وحكينا هو لاترال. فشو صار عندنا؟ صار عندنا ماكزيلاري لاترال انسايزر شو بده يكون جهه اللفت. ماكزيلاري لاترال تمام. نيجي لهذا السن. هذا السن اول ما تطلع عليه على طول رح يخطر عبالك بالماكزيلر سنترال انسايزر. ليه؟ لانه اول شيء كبير، السن كبير بغض النظر هو برايمري ولا بيرمينات، السن كبير. تمام هاي اول اشي. تنين في عنا السن اجمالا اللهم صل على سيدنا محمد الميزو ديستال المساحه واسعه. لما انا اجي احكي طبعا احنا مش شاكين ابدا انه هو اشي غير الانسايزرز. يعني بالامتحان لو كان جايب لك كيناين، جايب لك بريمولرز او مولرز، لا هو مبين انه انسايزرز. لكن بدي اعرف انواع الانسايزرز الاربعه. اول اشي انه كبير، باكس على المانديبل. تمام اثنين هيك شو بضل لي؟ يا اما اعرف انه هو هسه انا قررت انه هو بالماكزيلا، بس هيك صفى عندي خيارين، يا اما بالماكزيلا سنترال يا اما لاترال. كيف بده يخطر عبالي؟ ايش في فيتشرز؟ ايش في فيتشرز تخطر عبالي؟ طبعا برضو هاي الفكره انه هون انا بجهه اللينجوال مش بجهه الليبيال. كيف؟ برضو هون لما اجي ادقق راح تشوف هون في عندي البلاتا الفسه، لكن هو برايمري تيث، فعشان هيك الاناتوميكال فيتشر مش مبينه فيه كثير. السنجلم، هاي السنجلم، السنجلم مايل لجهة الدستل. وين السنجلم بيكون مايل للدستل؟ بالسنترال. فهو صار في عنا اوكي انا اسمح حكينا رايت ولا ليفت. صار في عنا هسه هو بالماكزيلا بالماكزيلاري سنترال انسايزرز رايت ولا ليفت. هون في عنا الدستل وهون في عنا الميزيال، وانا حكيت هي جهة لينجوال. هون ليفت المريض وهون رايته. فبدي امسك اللهم صل على سيدنا محمد الميزيال واحطها جهة قريبة للميد لاين، وهاي شو مالها حكينا لينجوال اسبكت. فبدي الفه، بدي يكون في عندي هون الميزيال وهون الدستل. فهو شو صار عندي؟ ماكزيلاري سنترال انسايزرز بالرايت.
تمام. شوف اللي شايف انه المعلومات بتخربط شوي، لازم تكون حافظ الفيتشرز يعني، وتحلل نفس ما انا حللت. خلص ايش بدي احدد، جهة لينجوال ولا جهة لابيل، بعدين ابلش الاناتومي الموجود الاناتومي فيها حكينا فيتشرز معينه لكل سن. تمام، انا عارفه انه في منكم راح يستغرب من هاي الصوره ومن هاي الصوره انه كيف هي جهه لينجوال، بس لما تدققوا فيها حكينا انه هون يعني هذا السن اشبه ما يكون كثير بيجي تقريبا كل امتحان راح يجي او شبيهه، انه السنجولم لما تدقق فيها عن جد راح تشوف انه هو واضح، والسنجولم ما بشوف انا غير باللينجوال. هذا السن هو برايمري تيث، وانتم في عندكم محاضره كيف تميزوا ما بين البرايمري تيث وما بين بيرمننت تيث. تمام، هسه الفيتشرز ما بتختلف يعني السنترال بالبرايمري وبال، انا بحكي كانسايزر عشان ما بالفيتشرز بالاسنان الثانيه راح تختلف، بالانسايزرز ما بتختلف كسنجولم كهيك، فراح اطبق انا درسيته. تمام. نيجي لهذا السن، هسه انا بس اطلع عليه هيك شو راح يخطر على بالي، راح يخطر على بالي انه انسايزرز على طول. شايف انه في عندي ديستولينجوال تيلت، هاي الديستال وهي اللينجوال، كيف حددت؟ والله لو بدي امشي بخط مستقيم انا راح تكون هاي الميزيل هاي الديستال، نزول صارت في عندي، فخلص شو بيخطر على بالي هو يا اما بالماكسيلاري سنترال انسايزرز يا اما بالمانديبولار لاترال انسايزرز. شو هو السن كبير يعني، انا هاد بس انا قادر اشوفه بس من الانسايزر اسبكت، وانا قادر اشوف كيف هو كبير، فعطول هو راح يكون بالماكسيلاري سنترال انسايزرز رايت ولا ليفت، باجي هاي ليفت المريض هاي رايت المريض، هاي جهه الميزيل، وين جهة الميزل؟ ده تكون جهة الميزل أقرب ما يكون، وإحنا حكينا هون بالماكزيلا فهو رح يكون هون، جهة الميزل الميد لاين فهو رح يكون هون، فإذا الماكزيلا للسنترال إنسايزرز ليفت سنترال، وبالماكزيلا طبعا هو إنسايزرز. هذا السن هيك أول ما يخطر عبالي السن صغير كتكون طبعا هو أكيد إنسايزرز ما حدش مختلف عليها، السن صغير إذا هو بالماندبل سنترال ولا لاترال، هاي زي ما أنا شايفة الانسايزرز ايدج قد بعض، يعني هسه حكينا احنا باللاترال بده يكون في عندي سلوب انا قادر اشوفه، سلوب عامل هيك، لما اجي لهذا السن لا هيو ما حد يجي يحكي لي هون هيها في عندي هيك طلعه، حكيت لكم انه السن مع الفانكشن كثير راح شوي تتغير بالفيتشرز اللي له. هون في عندي حكينا الانسايزرز ايدج راح تكون مستقيمه، اثنين في عندنا راح تكون الانجل 90 درجه، اوكي مش ايديال 90 بس 90، بنفس الوقت انا مش قادره اميز اني فيهم راوندد اكثر من الثاني لاحدد هي رايت ولا ليفت. مين السن الوحيد اللي ما بيتحدد لما هيك تيجي الصوره لحالها؟ هو بالمانديبولار سنترال انسايزرز. شوفوا هذا السن وهذا السن هذا وهذا هو نفس السن، لكن هون ليش قدرت انا احدد رايت وهون ما قدرت احدد؟ لان هون معطيني معلومه عن جهه الميزيال، هون مش معطيني، فانا المعلومات مش كافيه. فبيجيكم السؤال حكي لكم تجيكم الخيارات، اذا اجاك والله ماكسيلاري مانديبولار سوري سنترال انسايزرز بجهه الليفت، خلاص اكيد هو الجواب، ما بيجيكم طبعا جهه ليفت ورايت مستحيل، اذا كانت هاي الصوره هيك هاي الصوره ما بيجيكم جهه ليفت او رايت لحاله، بتكون الخيارات كلها يا اما بتكون حاطه لكم الدكتوره اربع خيارات كلهم انسايزرز، راح تكون عندك مثلا ليفت بالسنترال بالماكسيلا، رايت بالليفت بالماكسيلا، وشو مثلا بالمانديبل السنترال الرايت، وبالمانديبل اللاترال الليفت. خلص مجرد ما انا شفت بالمانديبل السنترال ما بهمني رايت ولا ليفت اذا كانت هاي الصوره. تمام. نيجي لاخر صورتين، هاي الصوره وين في احنا حكينا في عنا لينجوال بت، هي هاي فيتشرز مش عارف انا اذا حكيتها اتوقع حكيتها، اللينجوال بت هاي خاصيه ما موجوده، موجوده بالماكسيلاري لاترال، بالماكسيلاري لاترال انسايزرز، واحنا حكينا قادرين احدد انه يا رب ما حد يكون شاف الإجابة، وأنا حكيت إني قادرة أكون أحدد إنه هو إنسايزرز، ليش؟ بسبب اللهم صل على سيدنا محمد الإنسايزرز إج، قادرة أحدد إنه هو ماكسيلا ولا ماندبل من حجمه. أول إشي أنا شايفة إنه السنجولم جاي سنترال، فأنا على طول خلاص بأكس على السنترال بالماكسيلاري سنترال إنسايزرز والمانديبولار لاترال إنسايزرز، ليش؟ لأنه السنجولم جاي بالنص، فخلاص بشك بشو؟ بشك بالمانديبولار سنترال انسايزرز والماكسيلاري لاترال انسايزرز. شو في بروح اذا يعني اذا انا ما انتبهتش لفكره البت، انا فاهمين كيف بحكيكم انه اكثر من طريقه نفكر فيها، خلاص على طول انا استبعدت الماكسيلاري سنترال انسايزرز والمانديبولار لاترال انسايزرز من فكره السنجولم، اثنين طال في عندي سنان بالانسايزرز كيف بدي اميز بينهم؟ بروح للانسايزر ايدج. شو في عندنا؟ في عندنا جهه سلوبينج، حكينا انا بالمانديبولار سنترال انسايزرز لازم يكون في عندنا الانسايزر ايدج جاي مستقيمه سيمتريك بالضبط، لكن هنا في عندنا سلوب، وين السلوب راح يكون؟
راح يكون بالماكسيلري لاترال انسايزرز. اذا كيف انا قدرت احدد؟ اول إشي سينجولم بالنص، اثنين في عندنا سلوب. السلوب حكينا جهه الميزه راح تكون اطول من جهه الدستل. جهه الميزه يلا ارباعنا هاي فيش غيرها، هون اللفت وهون الرايت للمريض، وانا بالماكسيلا فهي انا هون، وهي جهه لينجوال. كيف جهه لينجوال؟ عرفت احددها من اللينجوال بت. جهه الميزه راح تكون جهه الهون، فهو شو راح يكون؟ راح يكون باللفت. تمام، نيجي لاخر سن. هذا السن هسه اغلبكم رح يحكي انه ما عندي فيتشرز كافيه. انا قادره بس اطلع هيك على السن، انا قادره احدد انه هو جهه يا ميزيل يا ديستل. تمام قادره احدد انه انسايزرز. احنا ما اختلفنا انه هو انسايزرز. تمام كيف بدي اكمل انه هو انسايزرز؟ في عندي انا 4 انواع من انسايزرز. شوفوا انا موجود بجهه وقادره اشوف الجهه الثانيه بالبروكسيمال. طب انا متى بكون موجود بجهه وقادر اشوف الجهه الثانيه؟ لما تكون هاي الجهه ميزيل والجهه اللي قادره اشوفها ديستال. ليش؟ بخاصيه اسمها ديستو لينجوال تويست. شو يعني؟ حكينا هاي الخاصيه موجوده بس بسنين، اللي هم الماكسيلري سنترال انسايزرز والمانديبولار لاترال انسايزر. تمام، هاي الخاصيه شو؟ اني بمسك انا جهه الديستال هيك زي كاني مسكتها باصبعين وزحتها زيح جهه اللينجوال. فانا بس اطلع، بس انا اطلع عليهم هيك، انا هيوتني بجهه من البروكسيمال اسبكت قادره اشوف البروكسيمال الثانيه، فاكيد هاي راح تكون جهه الميزيال وهاي راح تكون جهه الديستال. وين موجوده؟ حكينا بدها تكون موجوده بس بسنين، يا اما بالسنترال بالماكسيلا يا اما باللاترال بالمانديبل. كيف بدي احدد حجم السن؟ السن حجمه صغير. لما اجي انا اطلع عليه ولما اقارنه مع باقي الاسنان، السن حجمه صغير. وين بكون صغير؟ بكون بالمانديبل. غير انه حجمه صغير، هسه احنا شو حكينا؟ حكينا في خاصيه مشتركه برضو بين هدول السنين اللي هم الماكسيلري سنترال انسايزرز والمانديبولار لاترال انسايزرز، انهم بجهه الميزل عندنا اسشاب. شوفوا الاسشاب خفيفه. لو انه كان بالماكسيلا كان رح تكون الاسشاب انا قادر اشوفها هيك سينجلم بروميننت بطريقه واضحه، والفسه الليبيا الفسه كمان رح تكون بطريقه واضحه فيها ديبريشن. تمام، اذا هيك نجمع معلوماتنا. حكينا هو رح يكون مانديبولار لاترال انسايدز، انا هون جهه الميزيال حددناها جهه الميزيال. ليه؟ لان انا قادره اشوف جهه الديستال. اثنين في عندي برضه الاسشب، لما اجي احدد هاي اللفت وهاي الرايت وهاي جهه الميزيال وهو مانديبل، فرح يكون هون جهه الميزيال. راح اجي احط جهه الميزيال، ها برضه راح الف لف، راح تيجي جهه الميزيال هون وجهه الديستال هون الميزيال هون الديستال. فشو صار في عندي؟ صار في عندي مانديبولار لاترال انسايدز لفت. تمام هيك اتوقع ان هيك خلصنا كل الفيتشرز اللي رح تكون عن الانسايزرز. كمان هيك كم شغله، في كم فيتشرز معينه جد ما بتكون موجوده باي سن تاني، راجعوها هدول الفيتشرز وباقي التفريغ اقراوه، يعني ما تفشقوا عنه. هدول الاشياء هاي زي ما انا حليت ما بتجيكم غير هيك. الاسنان معروف اللي رح تيجي، والصور يا اما رح تيجي نفس الصور الموجوده بالكتاب وبالتفريغ يا اما شبيهتها. ما في صوره بتجيكم صوره واحده الا اذا كانت المعلومات اللي فيها كافيه. كمان شغله، شفت السن هيك خلص سكرت معاكم مش عارف اجاوب شو هو، روح للسؤال اللي بعديه. وكل سن اعطيه شويه، يعني شويه هيك وقت بفكره كل الفيتشرز. يعني انت مثلا خاص بجهه الليبيال بدك كل الفيتشرز تكون بجهه الليبيال تكون عارفها. يعني مثلا هسه زي ما حكينا انه في عنا الفيتشرز الموجوده بالماكسيلري سنترال انسايزرز والمانديبولار لاترال انسايزرز اللي هي الديستولينجوال تويست، هاي مهم بقدر اشوفها، بقدر انا اشوفها بالانسايزرز اسبكت، برضو بقدر اشوفها من الميزيال اسبكت. فلازم اكون حافظة الفيتشرز من اي اسبكت بقدر اشوفه حتى اعرف احل. ويعطيكم العافية، واي حدا بده سؤال يتواصل معنا.